أما بعد عشر كان وكيل أبو بقول كنت لي صدحات يكمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسم الشري هي باب في أهين العديو انت النوع أما قاب إلو حجيو. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإذا وحيتش لخرجنا وأنه بحني موافينا أنه اسكب بيقين أما كب بيقمينا مع رسول الله رسول كلابان لبحنا خرجنا مع رسول الله بسكب وحرنتاي رسول كلابان لبحني موافينا أنه كب بيقمينا لهلال ذي الحجة بش عرف بلا شديدة لا نرى أن أركين وحل حرمنا يلا حين إنه يهي إلا الحج حج مويه وأنه صوم الرايو عرب في الجاهلية العرب في الجاهلية إلى لغن نسخها أيها الدين لغن بدلي حتى مسلمين تهوري وهيئة من سنايين بلها حجك إن عمر لحجن كريم بلها حجك بشا سدطال عرفوا إيو بشا أوتق أن شهوة الأماء صنفر إنو لها النو شنفر إيو سدطال إيو عرفوا صدح ذا بلوت إن عمر أيسا حرمين وبلا أخاس حج بيئة من سنايين إن بلها قدوه ذو عمر الله حدنا أي تهي حد قدو بأمن سرايا تيبه هو إذا نوت المام يسايا وحيت الله نورا إلى الحج وعن حج أهين ما ننوع أركين إن لحرنا يا أمل لقدني ومحاي إلي حج وحان كاهين ما بقى صحيا لأمن سنا إلى النبي وعدين دون حكمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي من أحب منكم قفك تعلاد ذنك إذا كميدا أن يهلا إنو حدو بعمرة عمر إنو حدو فليهل بعمرة عمرها حدو. وساق الحديث حديث كبو كحية وذات كان بمثل حديث عبده عبده وأنك هذا ودن بيه عبد بن سليمان الكلابي عن هشام وأنك حديثك كحين هينا وابن نمير ومطابعه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإذا وحيت لخرجنا مع رسول الله رسول كلاب نلبحنا موافينا أنه كبيك منه كآدن حلقان مكتغينا أما أنه حجك قدنين لهلال ذي الحجة بش عرفوا بلا شديد منا وحانا قمد هدان مسلمين هاي من أهل بعمرة قف عمر صوح لي وهو يدن عايشة كمد هيد وانيق صوم الرأي ومنا وحانا قمد من أهل بحجة وعمرة هي قف صوح لي عمرة هي حج وضا الصعودو صحابة بضن باسدا يالي والنبي كمد أها ومنا وحانا قمد من أهل بحجة تد حج صوح دبا انا غاميد اهي والد سيدي صحابه وبطنايه قف مفرد حج حج كلي صوح دبي قل قف عمره صوح دبي قف عمره اي اسكو دري حج. فكنت وحانا بيت الوجدين في من اهل بعمره تدك عمره صوح دبي بان كجيرون كترسنا. وساق واكحي نك وكيعها راو حافظك وكيعها الحديث حديثك كحي بنحو حديثهما لبدو ولاده هو حديثه وكل كله وكم معنا أيوك أيوه وجد ابن نمير عبد بن سليمان الكلاب وقال في وحي المكسورن هي قال عروة بن الزبير في ذلك أرنك وحيدي إنه قضى الله حجها وعمرتها وريشاني قضى الله حجها وعمرتها حالك وحوي ويدن عائش حج كذيه عمرات الله بعد ما يستري يدو عمري كتلقى شيء مركور صوحرتي لكن حج عمر إله أرد ما يستروا بحيي. قال هشام حول ولم يكن في ذلك هد ولا صيام ولا صدقة ولم يكن كما واجب في ذلك أرنك وهي يعني عمره انت يحرط هذا حج أبدأ شيء بدل كدرتي هدي كما واجب ولا صيام ولا صدقة هدي النفل قورعا صون للصوما يصدق الله بحي الرشينا كما واجبينه انت مطوعي ذي أما قران كذو حكو واجبا مويني وريق أيك لو وريقتي بأمر رسول الله يبو أهاي ما أهين وحيدا يكون اجتهادي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله عام حجة الوداع نبي محمد بن الله حني سند كي حجك سويتسك فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله رسول كلاه وحوح لي بالحج حج بصوح لي كدي من وكي مكواد العقنب ومرها أيه يد الحليف أوجاري ليدي فنجل حج عمره وحاتر هذا وادي مبارك جوكتاي
وحاتر هذا لبيك اللهم بحجة وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم صوحده بالحج حج بصوحده فمن فما فأما من أهل بعمرة نيك عمرة صوحده مركوه الرزيبة فحل وحلال بي وحلم ذاها نيك أسوون حج صوحده حج كلي صوحده وإن قال دونا عمرة أبدل بالليل مركو نبي وصرف مرايو وانقر طيب هل كوح عمرة صوحده وحلال بينه وكوح ذي أهيد قارنين تا هدي سوكي صوبانه كم بدها عليه الصلاة والسلام وحلال بين تو عمر الليمد وضاف القدوم سمي وسعي بين سبا مروة وحلق سمي ما تقصيرك أي حلال كدبنا مالك سديد يوم التروية أو تقانان بشا عرف أي سديد أهيد بيمنا وبحيانه يحج حدد فأما من أهل بحج قفك حج صوحب أو جمع الحج والعمر أما عمري حج سكسو الضري فلم يحل ميسا حلال بين حتى كان يوم النحر إلى لجاري مالك النحر لجاري هو شامركا وحي يوجد حق مال حلال بك ودام وانو قاردون أنك حج كلي صوحي لما مدون بوها أنك حج صوحي لما مدون نقضي إنو هدي وضو ويسبدلو قارن سبدسي سبنه وكالي إنو سهدي صوك حينين والنبي يقول إنك حج صوحي حق أن هدي أي حول آن وذين عمرها أبدلو مركا وفسخ الحج بالعمرة إن حج الله فسخه عمر الله بدله أعمال العمر لما يستو أنت أن لجارين يوم الحج أن لجارين كديمنا حج الله يحرم الله ما أنك سيدي وسيد هذا عادي عشان وتمتعه طيب سعامرك وحياة هاي كلية نين قارنة ينن متمتع سكوب الدلي بين نقدين أنت أسير سكوب الدلي حتى كان يوم النحر لا ما أنك تبنا لجاري ما أنك دونروق أو مركز حج كلا حلاله بيجي حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر بن محمد الناقد وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي جميعا رقى وذكر كعام عيان سفيان قال عمرو وحول في حديثه أسومك ورني عمر الناقد حدثنا سفيان عيان يريه مرهن عن ابن عيان مأورن مقعب عدي إيا أبيه عن عبد الرحمن القاسم عن نبيه أبي قاسم محمد بن بكر الصديق التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج وحن حج أهينا مركا ما ننأمن سين لقدني أو عمر ميسن أقولين إن أيام ما لما حجك للي ما دام بلا حجك حتى إذا كنا بصرف مركا صرف مرا إنه وميل هذا أجر مكة لنك مدينة مكة لقي ما دو 8 كيلومتر 8 كيلومتر بأجرته وميشو إذا ما يمورا يكو حبالانتاي هذا كور نبي وكلاق القلمر كو قرسدي حتى إذا كنا بسارف ماشى السارف لمكان مرينه 8 كيلومتر مكان أجره مكة أو قريبة منها ميل أدو أن مرينه حطوان حيلو ديك بايقي من عاذبان هلا بتويدين فدخل علي النبي النبي يسوع صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي أنا وبرورنا يا مويا فقال سبحان حورا أن في ستيميات حيشي وديك باكاي من يعني الحيض كوضع النبي ونفاسكو نفاسكو حيض كالسكير هذا يديك دلمات كبا قال قلت نعم هابا يعني قال إن هذا كان يحاول شمشي كتبه الله على بنات آدم حيث كي عادده وواحد ضمرك يقبلها النبي الله آدم إله خلقي أبو رب حال أو عذر معها وحد أدقون لطاين معها فقد وحاد سميسا ما يقضي الحاج حاج وحو سمي سمي ثم الله صحر منها قفك حاجك أعماش اللي ما دل إمو غير أصي شيء ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي لكن بيتك قد وافن كعبد ضاف الغوم وقلوا واصلات وكالي إلى آد كحلال وبيس وتكم بايدان إيس إلى آد كطاير نقون إيس وقال وحيته إذا وضحى رسول الله رسول الله وحوك عرفي عن نساء دمر كيس وحوك عرفي بالبقر الله يوم النحر مكة لقاري حوله النبي قد حيان أقو رعي دمر كيس وحوك الله بي آهيت الله بوك وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه يوم النحر بيجد بالبقري لون واك جورعي مركا تيديق لقول هاي توضحي لقى ربي قوني أبا ساسو سمي حدثنا سو ابن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني إن بضم بين صوم الرسول كن يدي زكريا وكغورنا حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو العقد والغوض حدثنا عبد العزيز يعني عفوا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون الفقيه المدني عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى قاسم بن محمد وعائشة دي دوطة محمد بكر عائشة ولا لا
قالت وحيت له إذن خرجنا مع رسول الله رسول كمان الله بحني لا نذكر إلا الحج وحن حج كأن نقول شيء حتى جئنا صرف إلى أن صرف نمدن سوق جارني فطميثت مكاسا حيضو ليك عادة إغيمت فدخل علي رسول الله بإيسو قلي وأنا أبكي أنا أويا فقال وحول ما يبكيك محكاء هنا يقول فقلت والله ألا أنك دارتي لو ددت وحان جعلا أما جعل يستأني لم أكن خرجت العام سنة كنا نسوي حجين لهين بما جعل يستيبا يعني حجكي وإذا خساري وارقتاو عملك حيث بيقى كالقوي حجك نواك وانها يوم التروية كابيقى نو سارانتاي ديق نهضو بيقوب باللوضي وما لنك ما كان لقالهاي يبديق يقول دعي لو ددت وحانج على أني أنا أقول لم أكون أنا هين خرجت تي صوب هذا العام هذا العام سنة كنا نسوي حجين لهين وحلي أن طاهرة أن قصوا بيقوم حجك أيان جعل الله فقال نبع ما لك لعلك نفستي محاكو إلي وحلقي بن ديك وقول عمياء قلت نعمها قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم شيئا وديك وعادي يجرقا قبلها آدم إلهي وكو خلقي ويو بحال وظلم ذه ربيع عيب ماها افعلي وحطمي سما يفعل الحاج حاج وحو السمي يسمي غير الله تطوفي بالبيت لكن أصي يشي بيتك أقول وافن حتى تطهري إلى ظاهر نقطه حتى تغتسني رواية ورقصون مرتين معي طواف قواتها رضو كلوي صلاة عفوا صلاة وكلوي يقول لما أقوله ويسألان لما أقوله جمهور أهل العلم رجح شردنا يا شر ويسو أي حديث كالدليل هذا وهو الصواب قالت فلما قدمت مكة مكة مركان قالي قال رسول الله إلى أصحابه رسولك أصحاب تفحوكو يميلي أصحاب تيوي وأصحاب تصوحي دي حج كليجي حق النآن وذين هدي فقال لأصحاب حكو صوبانو اجعلوها عمرة نبي قلت سوت تلابة كيويو مركي مكلوسو جرو مال صعود يو حكو يلي رقي إن حج كواتا وحافعنا الله إن عمرو بدشان ويدقى أذيقين وحسو إلى النبي قوان أذك أوسيو ومسألة بركو قويسو قي نبي قبان دقى عرض شو ساينا دي أشان بافعنا الله يدبكوري والله يرآمس مركز السوق على الصرف وماشوا إذا نديكو كقبطية بهذا الكهار هذا كير علوس كير حب بدن النبي كويري صحابة هوش قات أم بني أنت كان وحيد النبي إلى أو إذا عان هاي سوق هوش مكان كلا جلي أعماش عمره الله باللابي ينبي هوش بيركو جويي وينو قاردونا اجعلوها عمرة عمرة كيلة فأحل الناس تذكب حلالو بي إلا من كان معه الهدي نينك هدي وذين مويين أو حول حرم حلقة ككيانين مويين قال فكان الهدي هدي وحوذ حولو التي مع هدي وحوها مع النبي نبي لجيران كيسا وابي بكر وعمر أبو بكر وعمر يصبون حولي وذين هدية وذوي اليسارة يذكر حقوه لي كريق عن ترون تذكر حقوه تنات كما هضن كان أما حيوغو هدي سوك حين كرين رئيس طبريت كأهين أيا سوك حيي هدي إلا والا إسكعان راما يوضدكو إسكو الدنيا ما ثم أهلوا ويحدين وقرما يحرنها ينحجك ويحلالو بين وعمر يكو حلالو بين مالنك سيديدات ويوم التروية اللي دادو مالنك بيردانسيك إمن اللو بيردانسان هاي لاد بيانا مردان سلطاني ثم أهلوا بالحج حج بيحدين حين وقت يراحوا أي عرابين أما يوكل لهين من أوكل لهين ومانك سديدات قالت فلما كان يوم النحر يوم النحر مركي اللي قالوا مانك التبناد طهرت وان ديك بأيغا قايت رويدا مانك التبناد بأي ديك إيغا قايت مركي ضوافك ومركي ووها قاقا هيا ضوافك حجك فأمين رسول الله رسولك الوحوي الفري إنان ضواف الإفاضة الله إماده فأفضت ضواف الإفاضة ضواف الرقن بأي لهذا ضواف الإفاضة لهذا ضواف أعماش الله قبط مالك هسي أفر كمالك الطبنات يوم النحر يوم الحج الأكبر واتقانان مزدلفة بين كالبري رورت أسأل الله صوك الله والسوب بتاعه من اللي مادة جمرة العقبة الله تورتا كدبنا والله حيرتام والله قابسدا قورع بالله السمية كدبنا مكة لسوء هذا طواف الإفادة اللي مادة وضافك وقل علوس رقنا قوة حجك كيف يهو إذن لأماتي انت أفر تعمل
هدي لك لو هرمر مريو لم له لا حرج هدي لك ترتيب يسمى النبي قول ترتيب وانقاري دوناي سيد حديثك جابري وخير هدي لك ناتك الهرمر يسمى عليه اسم له. قال وحيت فوتينا مالك طبنا دوحنا لو كان باللحم بقر لو هلب كيد بدنا لو كان فقلت حاري ما هذا محوها هلب كان لعبة أنه ما نوذنيني. فقالوا وحيد أهدى رسول الله رسول كلاهي با كأضحي عن نساء الدمر كيسي البقرة اللعبة كقورعي أو ديق الأولها يا متمتعين بين نغدين أي نبي كقورعي. فلما كانت ليلة الحصبة هبينك الدحجيفك مركي لقاري وهبينك أفر يطبنات مانك اسبح يطبنات من أدن بيسي لقصو داريرو ما كدوش هذا وديقان وين هذا اسكبا باي دحلاسا لدقا كدي مكا لو سو دادعا طواف الوداع وسكوت اسكا لا سميا هلكاس لو لبت مدينه اي اد جن صحابه دالكا اسكو الا اسكو ظلمني انغوي مرك ليله وادي المحصب على اورنجري هذا اسكبا باي لكن ولي رادك سوا باقي. فلما كان ليله الحصبه هبينكي دحجيف كما قروح حجيف كما كلمريو قلت ما يا رسول الله رسولك الله يو يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة وإذا معك حيث نبع الله أمضنا كل سعواته نول بحج وعمره ولا الله أبان هيا ننسكو صدر صدي وصيدة أدقى يا بكر وعمر يددك تنات كاية وحيلي كريئة إيا ننتو عمر اللي لما يستعمر ذي أعماش كحلالو بي كدي من إسكسو قيمانك سيدي وحج مضح بنان لي عمر مضح بنان حج مضح بنان دل لي متمتعين وصيد الله بطناء iyadoo isku soo daray xaj iyo umro maxay wataan dadka labo idinkuna labo hada meesha kaliya in baa fadhiyay dad ruux la socda xaj kaliya oo umraysi ay ka socon wayday hooyada waa garamaysa nabi allah yirjucu an-nas ay yirjucu an-nas dadku waxay la laabanayaan bi hajjatin hajji wa umratin madh bannaan ama isku jirta wa arjucu bi hajjatan wa hajj kaliya meel la laabanaya saasay wa aragta wa acmaashay la timid wa acmaalul hajji bas'a ayadu baa hada dhaarka laga fiiriyo umradeedina waxay fangashay xajkeedi laakin way dhameystiray way dawaaf lamaysan iimaanin umradu amalka ugu weyn muxuu ahaa umra amalka ugu weyn waa dawaaf iyo sa'i labadana ma sameyn karto oo sa'i iyo dawaaf buu daba dhacaa sa'i kaliya ma la iman kara wa masala khilafi oo mar badan ka taagan yahay. qaalahu yada waxay tiri fa amara abdurrahman ibn abubakar bu nabigu faray فأردفني على جمال رتيجي سب فنجلي رتيو وصول هذا لا راعي وحان هذا بنان كانوا بحي حرمك وقب بحي حرمك تنعيم سوق ففاسا أي إيمان دون هذا الكيو نقاش كيو ضد هو يدني صوبنا عليه الصلاة والسلام. قال وحيد كذي مركي كشي كني سمان كاسد الأسوع عمره يسات رتيجي أورع ذي ورالك أكحي يبي كشي كنيس فإني لا أذكر وحان حسوس تو أنا جارية أنا قبل يرى حديث السن دائر أنعس إنا مركز للموني أما قمانيوني أما فيصيب وجهي وجهي مركز وقرع هاي وأصيب هاي مؤخرة الرحل رضا قيب سيدة الدنب تانقل للموضو أيان اللي عبد الرحمن ويقوه الرئي كبالذي إيا كوري سوى تغنم المدع كله في ميتر قلبا هذا وارتي نكما قارس هالنتين عقد ودعي ورادو سودعي كل بروح بالمدع اللي هليس طيب وعتر فإني لا أذكر وحان حسوس دمان كان عمري زني عبد الرحمن نيو ودي أن الله صار رتيجا وأنا جارية حديث السن أنا قبل يرو دائرة أن عصو فيصيب وجهي مؤخرة رحل عفوا رضا قيبت الضمب حتى جئنا إلى التنعيم لأنه ويدالين مالك ربا يتشوقين من أعمال لا إيمانيي لا تورنيي هدنا حيوصوا بحضي إني هل كاس يمك أبحث حتى جئنا إلى التنعيم إلى أن تنعيم نمد ومشد وقد حل مكة مكة لقبها فأهلت وحان كصوح الدي منها من التنعيم بعمرة عمرا كصوح الدي جزاء بعمرة الناس إذا بدل كأ ضدت عمره ذي وإذا سوى ركتها إذا كو حدود الشتان وإذا حج عمره ذي حدود الشتان عمره ما حب النار اسكلا ايمان ايسان انت اسكي عيشان ايسان هل كان كتك ايسان او عمر ايسان ايسان هذا توكل يغو علي جدا هذا حالان كسو غدان عمرك لي مدينه هذا عمرك لي طائف بن هذا قرابا صوب بغضي عمرك لي
يا حديثك مسلي عمرتي إجس عن ويدي نحدي يا قاضي يا دميسترنا يتره يدين يدكم عمرة نحدي يا قاضي مستطيع صبط بالله بس فأهللت وشعب الرشيد ما كان دمي أن كده كان مسلا كهالتونا ما مر بور بعدين كقعدون فأهلت منها وحان قصو حدي بعمرة عمرة قصو حدي جزاء أبا القدوة أم قيوتان بعمرة الناس تدك عمرة التي تاسو اعتمر عمرة استي مسألة خلافية وقاردنا بحثي كل نيلو بوحي لقم مبصمين دونا وحدثنا أبو أيوب الغيلاني هذا إنه سمر سليمان حدثنا بهز ابن أسد العمي حدثنا حماد حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أبي قاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لبينا بالحج حج بان صوحر الني حكا وضا وصحابة بطن كيد أيضا معتمرة آية عمرة صوحرت هو يدن والسقوخ الأفسنية هايو قولوا حقيقي هو يدن حج كريب صوحرت مر كهوري كدب النبي عمره أبدا ليلي مرنا عمرة الدنباء بيكهلا شاء أبدا ليلي يكسع ويدي مرنا حج كهوري صوحرتي كدكتا مركزي لكن راجحة عمرة صوحرتي كدب من حج أبدا الباليلي صدرت يد عمرتي كتاغنين دوكاي سوق الله يسي اما اي دبك صوب اللود لبينا وحن صوحرنا بالحج حج بانو صوحرنا طيب مركب حتى قضاني صدقكم ايش بدايهين اضوغ اتكد وناتي وهذه مانتا وانو تكني اظن مساد كوبا تكنين او اما جماعه اي كو دافتي اما مساد كلغي بي يمدي وان تكني وحلو جيدا ددك بدنكود واتكدي لبينا بالحج حج بانو صوحرنا حتى اذا كنا بصرفة مركان صرف مرينو حت وان حيضي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي نبي عيسو قالوا ويه وساق الحديث حديثك وحماد كحيي عن عبد الرحمن بنحو حديث حديث الماجشون حديثك ولد كذا مرينا يا محوها ابو سلمه ابو سلمه يا عبد العزيز حديثك سوكلي ايوك حي غيرها سيشي ان حمادا ليس في حديثي حماد مركو حديث كقاضي عن عبد الرحمن بن قاسم حديث سكوم الجرو فكان الهدي هدي وحول السعدو أها أما مع النبي نبي الجري في سواد بكر وعمر وذوي اليسارة يا أنت وحيلك رجع عن الروم يا هدي وذي أنت موسى قد أنا حمل أصو وذات كل عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون المدني الفقيه أي قد ري ثم أهلوا ويحد حجك ويحدهم حين راحوا إلى منى من أمرك هذا هي مالك سيدي ذات أي حج حدين ولا قولها ثم هل أنت ضمنكم مجرد ولا قولها ودا يسوترنكم مجرد حديث كان ضمبه وأنا جارية حديثة السن أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل لكم مجرد أنت كروا أسكوا فصيهين في الرواية عن الرحمن عن أبيه عن عائشة لكن لبض الشيخ وحيس ديريهم برا مسلم إنه تلمامه برارجيه حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني خالي مالك بن أنس وذات كان إسماعيل بن أبي أويس وأن ثقاء سيد الراجحة على خلاف فيه أبتقي بون حديثك كورنا هي أو مالك بن أنس أبو عبد الله إمام الهجرة صاحب الموطأ قرن إنسان وصاحب المذهب المعروف أي أبتوه حدثني خالي مالك بن أنس بايت بحديثك وحا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قاسم محمد التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج رسولك إلهي أفرد وحم التحي وكل أصوح حدي يسمى لحبرنا الحج وفي أول الأمر هو يهربنا صوم الرئي بالله وقهوري نبي حج بصوح حدي مركض الحليفة يمت ووادي العقابين كأوبريي يا وحال يصلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أم عمرة في حج مركض بالله وقهوري يدك الله يسا أفرد الحج وسيد الله بطنا حدثنا محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان القيسي عن أفلح بن حميد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله رسول الله سبحانه مهلين أنه صوحرنا بالحج حج صوحرنا في أشهر الحج بله حجك الحج أشهر معلومات قرآن قد قرنا إنسان نبي محمد بن الله سبحانه وتعالى صفر أنه حج صوحرنا بلي حج كنا يكون بيغني
وفي حرم الحج ماله اللي حرمها هنا كحرمنا حرم جمع حرام إنه يهي إنه يهي جمع حرمة لبضع والسكوها يا طيب أنا يعني حرم بقى قرن مركا حرم ومركا جمع حرام وحاكلوا الآخري حرم والآخري وجمع حرمة طيب مكة في حرم تأنقص عنا وأماكن تي حال هذه وحن صوحي لنا حجبا نحرني بلي حتى نحرني وفي حرم الحج ماله اللي حج جري حرم ضل هانا ونكحرني ومواقيد بيوجد إذن مواقيد حج اللي حرني بيك وضع أماكن تي الأمكر والمواضع والليالي الحج هبيني حج كنا ونصوحي حتى نزلنا بصرف إلى أن صرف سود قلنا مرهوش أقصه سعني فخرج إلى أصحابه النبي أصب حمال كاظم بي أنت المكلة قلين 8 كيلومتر لو جره فقال وحور النبي من لم يكن معه هدي حج صوحي لي طيب من لم يكن معه هدي إن كان هدي أن وذن حلو وذن وفأحب شعل هذا أن يجعلها عمرة إنه حجك سعمر أبدل فليفعل هيالو ومن أحبه ويواحه وبندقيت وحير مقابو تشوي روح مركز الشيء أكتس آدي أدوقوين يا هاي حقا أنا أهربتنا أتكره يبطوت كفو تيسو دخر لغمر رفته ولو تلاب التوكية ولو حير مقابو تيا تاكا تاكا اللوقة ولو تلاب صدا سيدا خمرة إلهي أقل سوقرن ميزا حقا لك لوري حقا لك إستاقي حقا لك إستاقي مركز المسلمين تجاهدان باش إلهي أسعر وارق نايم وحرمه أيال لك لقوي إذن عايشة في الصحيح وكيترا دي هل مروحة أصلاً لقى حريم للمسلمين تو دينك وبكي يا إلها يم يكو آفسنا يا وعن قمار كي ميسر كي خمرضة إيو رقم ماء برتين بإسكاء في الجاهلية مركا شيء واناكسنا واجب كا توحيد كا ياسوك برلو قوي مويد شرائع ذو ترتيب ترتيب مركا وحالو يقالنا التدرج في التشريع التدرج في التشريع شرعي الدجنتا تدك إن لو تلاب التوكيو لو ترتيبيو دبع دبع لو قد ديغو إلا أي دينك اللقب سن هيان أم عان سن هيان دين تكو بيات ديغا يسو روب كمو كو بلابان هايو محو بلو دا تيح تيح كدبنا ويركر دا كدب مرت فرطا واقد دمنا هادان سترتيبو يوقا دا هدي هل مرون مرت وفرن لها وحيقو وأحكام حد حقال لقا قبل لها وكيس حابي النبي محمد وإن شرع الإسلام قد تكاثر علي حكامت وإقوب بطي إن أن كل النبي الله إيدر دار أون جنة كل تام حلو يقانا التدرج إلا تلاب التكيو استيب استيب الله سعوده مركا شرعي أمد اللود دجيني تانا يا أسكالي رب العالمين إيو رسولك كسو قدبيني مرهدي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة سود سودكت مع الغرب المسلمين لما أقول أتدرجه في التطبيق لما أقوله وزندقه إسكال علي يوك هذه هولها انكالي كل بين تنان سمينينا تدقى كالياعي مايا مرشري على ضيطة ما يسترنتو لما أقول بكفرا شيئاً هذا أود كرتو أود فلسو هذا أود كرنا كم صاروا لكن هذا أود كرا وقمت كرت شيء واجب كأها الشرع كأها إلى يسود الجيء أمط بياعي صومالي بأفك مروجين هب البادد لما أقوله دي لما الحميري وكي يمن كيمت شرع الله ما يسترنتي حنا بالله يمن بان كيمت مسلم نواره حيولي وحاربا سؤالنا كويتي هي سودا سؤال هذا حلو حاجر بهلا عبنو بتع اللي هذا أما الشراب باكر أن عبنو قمت إذا لقصنا مايو شراب كاسي مبناي من ربنا نبي قول ربا إنو قيت ثرق وابو قيت ثرق وابو نبي حلو الشراب كان عبتان تشيغيس ملغو سرقاما مسلغو مسرقام حنا بقى لو ألغو سرقاما وحراني كفو قادب نبي قول ما عبي كرتان خمروي حنا بقى الله والبن كل شيء هاي يمن بانكين يوم من القبور والقبور ده كو إن قال لك سيم ويني دره الله ما فلان كرو شغل الله ما قبسان كرو وهو شان كل شقي نبا وحكو حرا مصلحة وين واقتصاد ودقالة كحرا
بلشدة يمنيت هديس الخمرة كله فنن هي ما شقين كرا وحنا صو صاري ما دقالي واوصل دعاهية ما كي كرا وحتى هوش جورة جبها يعني صارير تبي جبها حيوان كوري باشو دت كمرك عبام الغو سرقام مسمايا وحنا بقى لو الغو سرقام كيف هذا حرمت كلا نبلا كل شيء جيا ويا برتينو بالود بيقول نقطه كأب كأب بيسوع بيجدونه لقى ما كرهيو حتى أشيغنا دين مهيانا معان سمينا النبي يقول الله يجري من لم يصبر عنها فاقتلوه ما كرباشا هل كرباشا ما ننك أن دينين إن إيقبات ما إسكفوضة هيا إلا كروا هي دقلك هل كرهدو شريعة مركة لما يسيران تودتكو هضيب بطرامان ومعاسي يحمانتي أي ملبسدان محلو سمين بوع على كرة هيا لهور أردي مهايو تذكر الله كريم يدعي لورن مهاية برتاس على قلوب فن سيدي بوجه جوك سدا ويدها لو ما دوان كرو أمر كلها ادخلوا في سلمي كافة ولا تتبعوا هور أردي دوي ولا تتبعوا هم لبسنين هو ديك وضع أيسا سكيل علي لا بكل الباب والله بكل الباب مركا و لسكم خالد كرو هوش أيدا فرق بين التدرج فيه التشريع شرعي مكل لدجنها إلهي بحكمة سيقى أنه كل بس إذا ربو أدجنها وقرآن فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا عند الأشاعرة هذا البعض البكودي باي وشيء بشيء يذكر بان ليله ونزلناه تنزيلا عند الأشاعرة حبك مجرى وابين عند الأشاعرة وذا دهن قلقيل هي الصومالية فردية ودوبك وووي حسن شمح العلماء وقع ونزل له تنزيلا ماء من سنو معايا إليه قرآن هو مخلوق اغتوضة مركع عربية دمار هيا أجرومي بما حدث يقولون المستر إذا أكد الفعل إذا أكد بمستره لا يعتمل إلا الحقيقي كليه ونزل له تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وكلم الله موسى تكليما من الأول كرا لا يحتمل المجاز ولا التأويل حقيقة ويلي مركز الأمر ما يمعجز وحكوليين وكلم الله موسى أي حقيقة إلهي باسي توسى موسى أولها الله وموسى إليه هذا الكيسب مقلي مركز آياتهم القرآن كلمة ونزل له تنزيلا ومجاز بكوليين الشاعر ميات غناضو وداد مودي وصوشو ده دي اللي إلزاميو هذا قربان كهالله مسلمين نقون ما هي وأشوصو ده وحكا لنا هذا اللي وقبته قرآن كر لغا كيني وإليه هذا الكيئة قل كي الدنيا لما كيني بأمسي وحسو ده تنزيل وليه وجسم السعوده جبريل أما محمد قرآن كان آخر نيسان مصاحبته كو قرآن ومعانيه انتين نبي قل لو سود ديبي اما جبريل لو سود ديبي لما سود دقين ونزل له تنزيل معنى وحاوي مرتي با يقول سود دكتو كالوي مرتي با يقول سود دكتو كالوي مرتي با يقول سود دكتو ونزل له تنزيل محا سكان وإنه لتنزيله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين قرآن كاسو أحبك مجران وعقيدة فاسدية كلية إن آمنت قرآن باكر كسود دقي أقول لك هيني وباطل بكلية هو شاء إسقي إلى علي هذا التدرج هذا الكلام كسو النقد التدرج في التطبيق وزندقي كفر إسقي إلى علي شرعه مرض لما يسترنت الى كاني مسلمين تو خي نبي كدنبي لما ودون با افرن حكم كهديسن اودي كرين حقيقه اودي كرين ومرك اودود لا فيريو اي كل قدرودود اي وحي كري كران ايسن كري كرين اذا كما سارب لا واجب مع العجز ولا ضروره ولا حرام مع الضروره دوي فاتقوا الله ما استطعتم هدان اودي كرنا
سيدي سال لوف حرف لجمتك هل حرف سيدنا أبو بكر باديدي التدرج في التطبيق عمر محيولي تبر ما هينو نبينا واحد جابتي عربنا وقالوا ذي واتل كلاحة يمدين دوش دال الفردية تبر ما هينو نما كان عنك لقيبن انت يدي أنبياء هاي إلهي كفري الدين تورن بديدي دب النقد أصنام تدب أقول الله بتأنكو جهاد أنت تكنيسة سوميسة صلاة إيسة حجنيسة لكن زكاة حقوق مرن ككاني إن قدا حول المايا دين تأيض لما يسترن بنبي وكتك ولما يستراني نينك إيجي هذانا وأنا سكوا بابا إناو والله أنا يين بولي إن دين تا بكير دحرو بالله قاعدو تدخل مركي آفوبان ودين تكيا عيان وإن أود الله استعمال القصة الضبالة ما إن هر أرضه إن قدا يا سعد حقيقة تجايا waxay tagi maagan damintay baarlamaanka u dhaxfariistaan inay ku sharci gareeyaan nimba nim fuuli kara haweenayna heen haweena bi qabaysa kalef lef cid hor ordayse halkaas ay mar daanyeeray doofaray noqonaya waa in sida nabiga le mid madayn haya miya khabradaha xagee laga guran nabiga allow buuc iyo deelka laga rido iyaga toobad keenay maxaa la yiraahdaa adiga jawaabtaad bixinaysa had iyo goor وإن مستوى الحدث أي نقطة لبك ميش كتيرة جواب يفعل أدرك من الله تماط نبى فرد إن ده كقاضي ومشي ذو صلاح مسكين كل أكبر خبرها مقدرا هنا فبرتوس كذا قال الجري لكن نينك برك وضع دونشة وإن أبلي جلس أما برك بلي كل فط شرع أساسوي خلط ك جواب لك بالغد فنيا وبعد كمال الشريعه هدي وحد مياي اما مصلحه درت يو اذا بدر قال دين تقيب لو كر لو رفعين هي لما دهيت اليوم اكملت ودم استرنت وحيدي يلا ان كو دقنت تذكر ويدان انك اود واي استغى لو توكد فالا ما يصدق فما لم يصدق فده كنت توكد فما لم يصدق فعلى جنب اسم صارو هاوشا وانكاري كرازوما لكن وحن كبقينا جمعيد قروما كدحايزا نتياهو بايدن با ميشا تاغان او كاي انو وحان اي سهيوني بان اي ما سون بان كو هيا تران با سو قمام هيو نين وارن او دغه هدا لغويي ابا هوش انك تاهيا يا انسان لو قادني وا خلق هاوشا اسكي لالي وحن اودنا وان فلينا وحن اودنا اله انما صار مالك ان هلانا أنا أوفنينا متكلم واحد يقول أود كريم وحلايا أنا وينان إن أود إسكوب باب مني من والبوح أسوق كرو لا إيمان وحن كري كنا أبغى مصار لكن ما دي كرو أنا جي بكري وياي هبل وأدو من فريز وما كريزيد وأدو يد مثل الإسلام أنا كدل وياي أدو سدوا قدر إسلام تأم فري أنا كدل وياي هبل وسدوا قدر وما إسكوب باب بنا إلى أولاد قيبية ان ربي بكا ربي بكا قورين با لا يابا او waxay waag ciisab nagu sameeyay ay ilaadeen hawsha anaga wada weynay 83 baan soo bilownay jihad waxa lagu keenay maayo dhiga iyo dhiga maayo halkaas dagaal ka bilowday ila aaminka fidnada taagan la isku baabeenay iska ilaali hawsha mas'alad iga khusus waxa weeye mas'alad atadarruje fi tatbiq mamnuu wa mukhalif lil usul wa li qawaid al islam وأنا زندق أدونك هذا يقول ولا يقول يا أخوان كأن أفيي هي إصلاحي أيه وش كيرن لقونا باباي مصر أي كتكت عربي أي كتكت تركيا أي كتكت واحد لقى فائدة وانقال ما هين مجد عبنا كيني ميسا إلى يبقى أمد يا قانا مصلحة ديت المهم نبغى هذا وحمر يا مركا إن ترتيب وتنحل تدرجوا في التشريع من أحب منكم أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا نك هدي وضع وحبك ما بدلي كر عمره ما بدلها يي حج كيس عمره يسواس كل ما نزين فمن محاكم إذا مرك النبي صلى الله عليه وسلم بندقي الآخذ بها نقا تي تلاذي النبي يا بندق النبي وتارك الله نك تجاي وسيس كسر عليه بكم إذا ولما كلام قليل ومن دول كيا نك كتجواك ممن لم يكن معه هدي تدك هدي عن ودن فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي أما رسولك هدي بالله السعودي ومع رجال من أصحابه لهم قوة
يوم عارج رجع معينا وحاها ومن أصحابه لهم قوة أود لأود قال لقى الله يأيون هدي بالله سعد. فدخل علي رسول الله بأيسه قال وارى أبكي فقال ما يبكيك محا عايش كأويني. قلت حيت له يدين سمعت كلامك مع أصحابك نبي الله وحان مغلي لهذا الكأد صحابة الله اللي سوى مغلي. فسمعت بالعمرة بايد كان نسخ قاركودنا فمنعت العمرة قرايا تاسانا صحة. فسمعت بالعمرة ماشى ما تعلو أو وحاوي فمنعت العمرة محكاو هنا يا وحاوي ليك باي قد عايو عمرة ذي بل إيدي ذا ما يستركي ذي باللوجي ذا. فمنعت العمرة بين صدق قريان ساسين الرجحين وذا دبضان ونو كمدية قاضي عياد كمدية أسيلي كمدية ركبضان بالرجحي سيدنا هلبت كذو الله وذي كراه عمرة إنا الليذا يحجك إن عمره بدلا ورنما يستيرتوان مغلقان عمرة ذي والليدي ذا نبي الله وذي ديك باي قد عيوه. لكن فمنعت العمرة إيو فسمعت العمرة معناهم بلقوا جدا قال نبي حرم محلو إيسا أما عمرة محلو قد دي مال وما لك محاكو علي. قلت لا أصلي أفقباتي يسبالي ذا لا أصلي ما تكان أيه وصيد دمرك نضع استعمالا هو يدين قبل هذين وصاص هذي يلن ديك بيقول دعائي هذا قبائي حكم كبائي هلاي حليم معذور باناي كذي معذور باناي ما تكان أيه أما طاهر بمئي أفقباتي وحبا الله قحشو مركا قاركوت إنسي سرباب الله شعو أيا الله جعلي هذا مسك مسألة حكم شرع كل حد من أو مركا إن لعد يعرف كل وده شيء أي سمس الحد دين كل حدني. قال النبي حرب فلا يضرك يقول لي ما هي ليك وقول فكوني في حجك حج كذا سيئه وسيئه فعسى الله إله وحال غيابا أن يرزقك إيها إنه كقول رزاق أبنك عمره دي حجك وكقول رزاق لما يسرك ودي. وإنما أنت أضو حاطي من بنات آدم آدم قبله سات كميت هاي كتب الله عليك وحقوق قري وكو أبورا لوجدا ما كتب عليهن وحي وكو خلقه وطبعا ويضمر كون هذا هلان أدان ديبك الأجرين. قال فخرجت في حجتي حجك يبان سيوتي حجك يدي قوي عمرتي يدي وكي جوجي سيئ ليلي جوجي عماش عمرتي حيال ما دام هذا ما يستيري كرين عمرتي هذه حجك فنقلي أوه ما أنت حج حلو ليك بعد قبتي دي مناءات برنا من الجوك ما لينك سعر رفيستك صوت ما يسع ما شاء الله أنا أرقنا بليجو ماشوا كهجو ما لينك طبنا دي قدو كهجو ده وضع ما يسترن حد كده وكده ما تو وضع وافي هدي كله دي بدو دي جنا يسا طيب هذا نوع حد يوم هدي جو دواي دواف الفضة وديجي وكجيو ومدن أي كت جيسو ويلا إيمان أيضو دي كذا قبطة حين وقيس قدم دونان دواف الوداع إن أن حيضر الغول هاي إنه يكتك كرتي الحقيين رقبا كمر ما هو شيء شو سلم تم كمدي يا واقار دونا دب ملا لكن دب لودي قال له بدنيا حتى نزلنا من إلى من أن ندقل فتطهرت وان ظاهر نقول دي قبل ثم طفنا بالبيت مالك الطبناد ويا يوم نحر ونزل رسول الله سلك الوحود ده خلاص ويسو خلاص يا زاوية ده روايات كأخ يدو حديث أما استرم بالشيكتي رقي رضاد أبا نول بوح وريي أما قبطي سيد الشيكي. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم دقي هبين كافر التمناد وهي المحصبة وهذه مكئ الدحدة أما النيس كلا هاي تموح على هابو الدقي المحصب ما نك صدح التمناد وما نك حجك قدام بي يا متشرق ما نك قدام بيسوي من على قصو الدريري هبين كان ماشى على بري الجريبة محصب لا إله ده ووضعه قط وسنة مكان ترى مكان قصو دم يستو وداع توس أضرب حكرت المركب من دنيسي هذه كرتاي طريق هوري قديم كإلا هذا ولا قوله لا من ملك الأمري لا من مضض هذا أمري طريق اللي جه حجي جرو هوري ولا بيكلي الطريق القديم بل إذا كهوري. فدعا عبد الرحمن فدعا نوحوي عبد الرحمن عوف نبكر بوئي يا ري فقال وحوري أخرج بأختك ولاشا لبح من الحرم حرمك كلبح فلت إلا بعمرة عمرها كصحرة حلقة كوري ثم لتطف بالبيت بيت كقضى وافتو فإني أنتظركم ها هنا هل كان نكسوا هيا وادي المحصب بان نكسوا أما بطحهم مكة نكسوا هل كان يقو إمار. قال وحيت عايش فخرجنا فأهللت وأن ربحنا وحن صوح لي عمره ثم طفت بالبيت بيت كان قد وافي كعبدي وبالصفا والمر وسعيت بالصفا والمر وان قد وافي أموان وان سعي وأرضي فجئنا رسول الله رسول كليبان أنمت وهو في منزله أسوه ميش سيد دقن
ونقول سجاهي من جو في الليل هبينك برتنجز نصدم به بانصون يعني عماش صور ما يستوي أدوار دنيك بعد العشاء سؤال إنه عمره ما يستوي عماش مكبحي حيل الدمبو كبحي أم واقع أقبري زحمة جرته وقاعد لك واقع لفقا وضف عنا متشرين إذن حيل قتك سو مكايمو عماش ما يستوي كنا قلنا بيك ماشوا دقنا وقت دير بين قط فقال وحول الصبنو هل فرغت مرة ما يسي كعبد مكف عفوا عمره مكف فارغ مرة ما يسي قلت نعم فآذنا في أصحابي بالرحيل مركا وقادينا نصور ما يستوش وقيس النبي إن لجور أصحاب تسي أنجور ولا أنه مدينة أن كلها بن فآذنا وقيس بالرحيل جديب وقيس يسافر في أصحابي أصحاب تسي فخرج نبي واحد بحي فمر بالبيت وصومر الكعبد بقصور نقضي فضاف به وقضى في ضاف ودعوة هذا قبل صلاة الصبح صلاة الفجر انت سنت الله عن كهر ثم خرج إلى المدينة نبي قلت مركا سويتي بيت كلاهي المدينة وبحي صلاة دون لقادي حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم محمد عن أم المؤمنين قاسم محمد يعروا أي حد كدوا الوريقة وأرقتار وإذا أدوا وورنا يلا بضع منا هذا هو الرب يؤتى يقوني منا وحي يؤتى يؤدوا وحديثك الرقى سفع نقا قبطيو عانوا من المؤمنين روايتك فليه روايتك كتبر ير قذالب مسلم قيني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت منا وحانا قمد هذا صحابنا من أهل بالحج مفردا مركه روى هذا بلوغه روى من صوحي دي حج متحان وكليقية ومنا وحانا قمدها من قرن من قرن سحريري وحج عمر سكس وقبطي ومنا وحانا قمد من تمتع بالعمرة إلى الحج وحانا قمدها أن عمره هور مرصد يكدمنا حج وضبر دعي وفي آخر المطاف فتانا وجيده وحسك قبطي أول الأمر هوش وحيا هيد يهوش نحن كسور قشي قرانك هيد يهوش هوش يقول لما تأي هيد تمتع مركا مالك أيضا صحابة الله بدأ قبل يكون حجيين نك هدي ودي محن قدي قارن حج عمر واعز قشري نك أن هدي ودي نمحسوب بدلي متمتع مجري نكو حجيي مفرد أم إفراد حدثنا عبد بن حميد الحافظ صاحب المسند والتفسير قال أخبرنا محمد بكر البرساني الأزدي أخبرنا ابن جرير عبد الملك أخبرني عبيد الله ابن عمر العمري عن القاسم محمد قال وحوري جاءت عائشة حاجة عائشة تمد أيضو حاجية حلقة وضع أي مؤدية للنسك بالوجدة حاجة إما في آخر الأمر إن لقوضه يئين حاجة للوجدة قاسدة لبيت الله الحرام الحاج ومعي وقفك بيت الله أقصد إنه النسك يعمل قصوى السمية كل من قصد إلى بيت الله الحرام للنسك فهو حاج قل قف قصتو وقصدي بيتك إلى إنه كسو عمره يستو أما كسو حاجي حاجب الليلة سواء كان معتمرا أو حاجة واسكم جاد عائشة من حاجتنا إيو بيتك إلى أسو قصدي للعمرة كدبنا عمره ذو كيلو بدل حج حدثنا عبد الله المسلمة من قعنب القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال التيمي عن يحيى وابن سعيد ابن قيس الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن قال وحيتر عمرة سمعت عائشة تقول عائشة لأن مقلي خرجنا مع رسول الله رسول كلاه بن الله بحني لخمس بقينا من ذي القعدة أيضو الشمبري أي كرد منطهاي ذي القعدة وأنا قلت صوم ابن حزم وكتاب قوني قد يدك أقر يحجك يحج الوضع يا أحكامتي ذي يا آثارتي ذي الروايات كي طرق الحديث كتابك أقوين كقري إيو الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن قيم علماء أسكو خلاف حلو النبي قبا حي إيو مدينة كبا حي كالصفري بشد القعدة محا كدما أنا لحبري با كدما أنا ما يشنبا كدما أنا ابن حزم وحوليه شنبا لحبا كدما أنا هولون الدليل شدي علماء وحقوق بدنيين شنبا كدما أنا كدمنا دو حال اسكو مان دافاي وقت النبي هو وضدا كو قاتاي مدينه كبخيد الى ما كو كغلا هي ام سمال موت تدوب بري الى سغال بري
كنا شن برهبين وتلمان وشن طعام من يخلط. إذن ولا نرى أن نركني إلا أنه الحج يعني نبغو حكبحي مدينة السبت بوكبحي ابن حزم وحول خميس بوكبحي وخلاف كواجر لكن إذا راجع سبت بوكبحي كذب ذي الحج وبلاطي أيو مكان نبغو تقع عليه الصلاة والسلام مكة تقع كل مركة وحاون مالك السقالة ذي الحج نبغو حوتاقنا عرفوا طيب يا خميس بكون غنيسة وحنقاردونا نبغو بشو أفرين وقالي ذي الحج انتقدونا دي ملا سبت بصوبحي موافين بشو طبياقاء بوبحي شنبري أي كدمت أما اللحبر على خلاف بين العلماء تدبر بقوقة وضدي يشتك أما سقال بقوقة على خلاف لحدان اللو بدن ياي لحدة عفوا تضبط اللو بدن ياي سقال حقوق بن حزم غير كي والغون قدي ولا نرى أن أركن أنه الحج هذي اللي إذا مرك النبي وحوب بحي شن أيوة كدمت أي ذي القعدة وحورا مدينة مكة جلاي أيوة بيشد الحج أي أفرتاي من قبر يبون أحد بقوقة سقال سقال هذي اللي إذا النبي وحوب بحي بيشو كدمت أي لح لحي كدمان تاي حقا نوحو قلي أيضو بشو أي تاي أفر أما شان أي تاي دحل حقوقاتي سقال بري تدو بري سقال بري بين مكان نقوني كلوا مكان تي راتبة بنك كلي كبضانيس سقال كان وحاق ابن حزم يرقى كراعي تدوضان وحاق با ابن تيمية يعد كراع روايات كان انك يرجحان بانو أرقى دونا خرجنا مع رسول الله بن الله إلى خمس شن بقينا كهري عفوا بقينا كهري من ذي القعدة شنبرو كد من بشت القعدة وشنبري كد من النبي بحي وحي تريان عربت مركي مرهيان وهبينها هبينها كحسابا مركي بش حسابها يا لخمس بقينا من ذي القعدة بناء أنا أقول إذا بشو إن كل ما دونته صدر مكلا حسابنا وعادي بشو ما أنتوا حكد من شنبا كدمن حجوكتا مالك وحجوكتا لباتنيو شنات باتشوكتا مالك لباتنا شنات باتشوكتا واحد حسابنا وحالي حدي وحال كدمن شنهبين وحكو حساب طمي سابشون يقول ما نيسو سدن بوحي هذي كان نغطو مركا لاتنين سقال وحال كدمنا هيا أفر مركا بيشو لو تركيو ذو ويسبدلي سيدنكا ولا نرى إلا أنه الحج حقنا ننؤركين حق اعتقاد كان نقا حج وحان كانوا سنجرين وان عمرنا اي سنجرين وحان كانوا سنجرين حتى اذا دنونا من مكة مكان مكة ودواني امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي امر عدو يهدى ان كان هدي وذن اذا طاف بالبيت كعبة مكة قد وافه وصعى بين الصفا والمروة لبضى بردحضن او ارضه اما اقول له ايه ان يحل من عمرته ان يحل من حجه حج كسئنه كحلالوبه قال عائشة وحيتري فدخل علينا يوم النحر فدخل علينا عفوا فدخل علينا حنا الرسول قال علينا دخل يوم النحر مالك دوندوغا باللحم بقر هيب فقلت ما هذا وحاد هيب كان محوها فقيل ذبح رسول الله رسول الله حكى ورعي عن ازواج الدمر كيسب كجا ورعي لودان ايدا قال يحيى وحيري فذكرت هذا الحديث حديث كان اشيغ يحيى بن سعيد الدان اي للقاسم بن محمد بن أشيق بن بكر الصديق فقال وحيوري هدان أهي إنك قاسم وحيوري أتتك وحي كولتهم والله الله قد أرتي بالحديث حديثك بيكوت بيسي عمرة بنت عبد الرحمن بيكوت بيسي على وجه صدوها بيكو بشكت يعني قاسم بن محمد وحيولي أهي عمرة بنت عبد الرحمن حديثك عايش السي وحي أقور السي سدان كنا قاني حي لقاسم بن محمد وأنا قصوم روايات قصوم مرئين وعاش هذا قصور لنا حديث عمر هذا تمت وهي أن عاش حديث كور نيس مركو حوله يا هذان قاسم هاي يحيو شيخ هذا عمرا حديث كور حكوك شكتي صدوها بيكوك شكتي وحدثنا محمد المثنى أبو موسى البصري قال أحد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرتني عمرا عمرا عبد الرحمن الأنصاري وحي شكت أنها سمع عائشة تقول ح طريق لي بوضح وجهنا يا أي طرق ذي عمر كد الورقة يسيب سياق يكون كد ونايم بتلمام إياه التي هو عم بي أهيت هنا نوى أخبرتني عمره
وحدثناه وحكى له حدثنا نوت بن عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد بكتبه ابن أبي عمر عفوا سفيان مثله مثل حديث من؟ مثل حديث عبد الوهاب سعد عبد الوهاب الكتبي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علية إسماعيل بن إبراهيم العلي عن ابن عون عبد الله بن عون أبان البصري المزني عن إبراهيم النخعي عن الأسود يعني ابن يزيد النخعي عن أم المؤمنين وطريق خلق وعن القاسم وحكوا عطفين هاي وعن إبراهيم توروي يعني نكلا إذا هذا ابن عون أي حديث كذا حكورنا يا الله الشيخ ومننا يا هاي إبراهيم مننا ويا هاي مننا ويا هاي عن الأسود إبراهيم عن الأسود إيو إبراهيم عن القاسم الله بلا الشيخ وي شيخ يسي إبراهيم بار الله الشيخ له ابن عون عن إبراهيم عن الأسود إيو ابن عون عن إبراهيم عن القاسم إنه محمد الله بلا سوي وإبراهيم عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين قالت قلت محمد يا رسول الله رسولك إله يو يصدر الناس تطقم وحي لفوا لها يا أو لن نقون يا بنو سكين لبع عمل أو حج عمرك لما تحبنا أما اسكول رنأ وأصدر أنا موحان لفوا لها يا بنو سكين واحد يا لن نقون يا رواية أحمد بعد يسو وأرجع بحجة ليس معها عمريتي محجبا لله بان عمرنا ما يستنى إيسان لسعونين ومرك الرواية وحاد دليش هذا قل يا كوفيين أصحاب الرأي أبو حنيفية أصحاب تسدريش وحيليه عائشة وحي كسو حجي ذي مفرد كسو حجي ذي حج كذون إفراد بو آبا وقل يا رجحة إفراد كونو خير بدنيا عائشة عمره يسو حرات عمره ذا يدون لما يسترين أن لا إمن أعماش ذي بأودي ذي هل كبا لوجه جي والله كنسلي حج عصبي بلوضا مدح بنان حج كاسي لما يستي عائشة وحي حجي ذي حج مفرد وإفراد بيكو حج ذي لي حديثك جابر دير إيمان دوران شرح دون أوشا هو إذن إيسان مفرد أهين أي أهيد قارنا أي أهيد مركز دنب قال نبو حوري انتدري كرو سك فإذا طهرت مكاد فإذا طهرت مكاد طهرت مكاد طهرت مكاد طهر نقطة ودي كاغو فخرج إلى تنعيم التنعيم أبح فإهلي منه كصحر عمر عصب ثم لقينا نقول كلنا أنكو كلنا عند كذا وكذا محسب وهذا المحسب نقول ما أما دحض نقول قال وحول وذاتك قاسم أها أظن وحن أم لين قال النبي يقول غدا بريتو مكا وكوب بريو هذا الصور ما هلك نقول ولكنها قصة محارض وحاوي ولكن عمره يا عماش هذا على قدر نصبك ذلك هذا يكو أجر يا كل بأنت كداش عملك خيرك يا لقى أجر سين أو نفقتك أما كل بخرج كاد بحساتك أجر تاي عملك خيرك يا الله إيمان يسوع أجرك لقى سين وحقوق يميسين يلقوس رجوين يا كل بخرج كاد غلطك بحس مثل الرديس هايو نك ملايين كبحيو نك كبحيو طبعا كونو شيرين اسكو باب ما عمل الجهاد وصعودة نقول بحكا غيب قاتو لي هاي عمل خير وصعودة نقول بحكا غيب قاتو على قدر النفقة واسدة أما على قدر النصب كل بدالك يجود يا كاقلة وقعيد قد واسدة مرك أجرك على قدر التعب والجهد وعلى قدر الإنفاق سيدة قد لكن وقعيدة لها مستثنيات كثيرة ليس على إطلاقها مرة بغن عمل يرو الله تيميت أي وحكا خير بنانا يا أعمال آدي آدو فربضان ما كان الله يقول ماشو دعي إيه الزمن كو دعي لباتان إيه سقال كان مالموضي رمضان لسود تكين إيه أما إلهي اللبري اللي عابد إيه هل هبين باكا فضي بضان ولا إيه دادو ليلة القدر وعلى سكو دمي كون صلاة دوت أما بقول صلاة دال داشو دور صلاة دو حرم كنتو كتاكا فضي بضان وحسب المكان حسب الزمان ما حنقول مثالية ليلة القدر رمضان زمن كي يحل شيء ودعها هاي أي مرة كقاركود وحلب قدا فيا مرنا مكان كودا هاي أي وحلب قدا فيا مرنا حالة كس أجاجي سبق درهم ألف درهم تكلوي المسكين ومخلصة أيالي وحبيحية صدقه بقول شنو هلا هيبو ديبي
وأوبهن ياي وعواد كعشيس أولى وحكان أسنه يسنن بإله أهري بقول كسر شو حكا خير بلان تاي نين مليان ديرو أكومه وجبها يا أو بقول كنسك صوتوري حساب كسوك لجرن لا يأكونه ربما مدول باب وبحر دافعي بقول كم بنو صوتوري نينا بقول بمشي شو كبيالي أو كل من هيو إسكو أجر ما نبي جايل سبق الدرهم ألف ألف درهم بحسب الصدق والإخلاص والصدقة أوفض البدن جهد مقل نن رير التباريد والددال يوحب بحيبا صدقه خير بدن حالات دي كنت من الشيء يا وقت قدعي يا قوبت قدعي مرر بدن وحلقوا قيمين هيا أجرك يا ثوابك لكن أصل واسدة. وحدثنا المثنى قال حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن القاسم محمد وإبراهيم النخعي قال وحول لا أعرف يا عرنا ابن عون بوحولي هاي لا أعرف قرن ما هيو حديث أحدنا من الآخر لبدأ الشيخ قاسم إيو إبراهيم حديث كذلك قرن ما هيو لكن معناها قد بإيوريا أن أم المؤمنين قال وحدي يا رسول الله يزدر الناس بالنسوكين تدكم الله ما عمل بيلفوري أنا هال عمل بان الله بانيا فذكر الحديث حديث كبوش ابن أبي عدي ومتابعين ابن علي هل قازم كجوك سدا حديث عاشمين رمين قرعاو والله سبحانه وتعالى أعلم.